سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان بقول جزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار بطل الليلة زاد عام 23 في ضواحي عين مليلة اتربى وكبر سنين وفي مدينة الزيبان كمل تعليمه الإعدادي كان قائد فوج الفتيان فرحان بخدمة بلاده عقيدة وقوة وإيمان شارك في الثورة اللي تنادي ومع الانتصار والبيان تأثيره أكثر من عادي خرج ومعاه شجعان وقفوا صف ضد العديان وفي عام 45 قبضوا عليه وعدبوه وبحبوا البلاد واتهموه وما قدروش ينطقوه أخرج ورجع مع أصحابه وبالمهمة كلفوه نائب رئيس التنظيم وعلى سطيف عينوه كان قائد بزاف حكيم أشرف على الفدائيين اتعين قائد في الميدان حتى عام 57 وفي مارس والدنيا ظلام حكموه المظليين حكموا عليه بالإعدام وخلى بيجار المسكين يعلق ويقول كلام ما صاب عندي منه اثنين شكون بطل اليوم؟ أنا نقول باللي عرفتوه غاول خود التليفون شارك هيا نكتشفوه ربحوا ثقافة وعلوم وموعدنا غدوا نعودوه مسابقة رمضان 2012 تحتفل معكم بخمسينية الثورة المجيدة وتهديكم فرصة الفوز بسيارة شيفرولي سيل كل يوم خلال الشهر الكريم تعرف على أبطال الثورة وابعث برسالة قصيرة SMS إلى الرقم 66